السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن كلب الجولدن او الجولدن ريتريفر، فمن غير مقدمات كتير يلا بنخش في التفاصيل. كلاب الجولدن هي كلاب اليفه ولدت على انها كلاب بندقيه لاسترداد الطيور، كلب صيد وطيور زي البط والوز. والريتريفر الذهبي او كلب الجولدن هو عنده حب غريزي للماء وسهل جدا ان انت تدربه على معايير الطاعه الاساسيه. اصل الكلب الجولدن من بريطانيا العظمى، وهو متوسط الحجم من سلاله الكلاب الرياضيه، وبيعيش من 10 ل 13 سنة، ويصل وزن هذا الكلب الى 34 كيلوغرام. طب تعالوا نشوف تاريخ الجولدن ريتريفر عامل ازاي. تم تطوير هذا الكلب سنة 1800 ميلاديا بواسطة اللورد تويدموث، وبينحدر الكلب من المرتفعات الاسكتلندية، وجاء تطويره بهدف جعله كلب لعبة الصيد، لان زمان كانوا بيستخدموا الصيد ده او بيتعاملوا على الصيد كأنه لعبة، وهو غذاء في الوقت عينه، يعني في نفس الوقت هو غذاء وفي نفس الوقت هما بيلعبوا وبيتسلوا بالصيد. فالكلب كان بيروح يلم الحاجات اللي هما اصطادوها. وكلب الجولدن هو من أشهر السلالات في العالم حتى يومنا هذا. طب تعالوا نشوف مميزات وعيوب كلب الجولدن. هو كويس جدا في تعامله مع الأطفال الصغيرين، وكويس قوي مع القطط، وكويس جدا برضه مع الكلاب الأخرى من نفس جنسه، وتدريبه بيبقى سهل ومطيع، وهو كلب ذكي جدا وقابل للتأقلم وما بيسببش الحساسية. بس ده لبعض الناس، يعني على الأغلب هو مش بيسبب حساسية، لكن في ناس بيجي لها حساسية من أي ريحة كلاب عادي جدا. كلب مسالم جدا لأبعد الحدود. طب ايه هي عيوب كلاب الجولدن؟ كلاب الجولدن بتحتاج لتمرين مستمر من 40 ل 60 دقيقة يوميا، وده علشان ما يصابش بالسمنة ولا يصاب بالتوتر ولا يصاب بالضيقة ولا يصاب بأي كلام من ده، فانت بتحتاج ان انت تبذل معاه مجهود كبير. وبيمتلك شعر كثيف جدا، وده بيجعل الشعر بيتناثر في جميع الأركان المنزل، وده بيسبب لصاحب الكلب حالة من عدم الارتياح. انا كل شوية شعره بيتنطور في كل حتة، ودي حاجة مش لطيفة جدا. وكمان بيحتاج تنظيف وبيحتاج اعتناء، لان ممكن يجيله قراض، ولو جاله قراض بالشعر الطويل ده هتبقى مشكلة كبيرة جدا. كلب ما بيحبش يقعد لوحده خالص، وبيكره العزلة وبيكره الوحدة، فبالتالي انت لازم ترافقه طول الوقت وتفضل تلعب معاه من الحين لاخر. ومعلومات بقى بسيطة عن كلب الجولدن ريتريفر، وهو بيتميز كلب الجولدن ريتريفر بامتلاكه حاسة شم قوية جدا، وده بيخلي البوليس يستخدمه في الكشف عن المخدرات وغيرها عن طريق تتبعها الحساس جدا للروائح. وكمان بتستخدم ايضا ككلاب ارشادية في الرحلات، وده بسبب لطفها الشديد مع البشر وحرصها على ارضاء اصحابها. ومن اكتر النشاطات اللي بتفضلها كلاب الجولدن هي السباحة، هم سباحين ماهرين لابعد الحدود، وبتحتل كلاب الجولدن ريتريفر المركز الرابع بين الكلاب العالم من حيث الذكاء، وبتحتل المركز الثالث كأكثر نوع كلاب يتم اقتناؤه في الولايات المتحدة الأمريكية. في أمراض وراثية للكلاب الجولدن ريتريفر، تعالوا نتعرف عليها بسرعة. أولا، لو هتجيب كلب فلازم تشتريه من مكان موثوق منه علشان يطلع لك حاجة كويسة تقدر ان انت تعيش بيها وانت مبسوط، بدل ما كل شوية تجري على مستشفى. ومن الأمراض الوراثية اللي انت ممكن تلاقيها في كلب الجولدن هو تشوه مفصل الفخذ، تشوه مفصل الكوع، المياه البيضاء على العينين، وامراض ضمور الشبكيه، وقصور الغده الدرقيه، وامراض القلب، وقصور الشرايين. فلذلك لو هتجيب كلب فحاول تجيبه على قد ما تقدر من مزرعه موثوق منها علشان ما يضحكش عليك. طب ازاي اقدر اعتني بجسم وشعر كلب الجولدن؟ بتتمتع الكلاب دي بشعر كثيف جدا وبراق ولامع، وبيتعرض للسقوط زي ما ذكرت قبل كده، فانت المفروض ان انت تهتم بيه وتمشطه بشكل يومي او مرتين على الاقل في الاسبوع. وتمشيط شعر الكلب الجولدن بيساعده على التخلص من الشعيرات الزائدة والحفاظ على صحة شعره وفراقه بشكل كبير، وده بيضمن لك ان شعره هيفضل لامع وبراق. وبرضه كلب الجولدن بيحتاج للعناية باسنانه عن طريق ان انت تجيب فرشة سنان للكلاب ومعجون اسنان مخصص برضه للكلاب، وبالطريقة دي هتضمن ان اسنان كلبك تفضل في افضل شكل وفي افضل حال. وبشكل عام يمكنك ان تنظف اسنان الكلب من مرتين لثلاث مرات اسبوعيا. طب السؤال بقى الاهم، هي كلاب الجولدن ريتريفر بتصلح للحراسة؟ تعال نعرف مع بعض. كلاب الجولدن فصيلة بتنبح بشكل عالي لو لحظة قدوم اي شخص غريب، لكن ما بيقومش بالاشتباك مع الغرباء. وربما تجد بعض الكلاب الجولدن ودودة جدا تجاه الغرباء، يعني حتى مش هتهاجم على حد غريب،
بالعكس هي عايزة تروح وتلعب وهو ده كل اللي في دماغها. لكن بالطبع تقدر ان انت تدرب كلب الجولدن على الحراسة عن طريق ان انت توديه لحد مختص، لكن تكوينه الجسماني مش هيساعده ان هو يبقى كلب حراسة قوي. طب ايه هي كمية الطعام المناسبة لكلاب الجولدن؟ كلب الجولدن البالغ بياكل وجبتين في اليوم، كل وجبة عبارة عن كوبايتين لثلاث كوبايات من انواع الدراي فود. ولو انت مثلا عايز تزود اكل فريش، ممكن لو انت عندك في البيت مش عايز تشتري بواقي اكل ممكن تحطها مع الدراي هتزود الاكل، ولو انت مش عايز ممكن انت تكتفي بالدراي فود، او في ناس برضو بتبيع اكل فريش ممكن انت تروح تاخده يدوب تسلقه وتقدمه للكلب برضو بيبقى هايل جدا. وكلاب الجولدن برضو ممكن تصاب بالسمنة، فانت تاخد بالك كويس برضو وانت بتقدم لها الاكل وتشوف انت بتأكلها ايه بالظبط. وهعمل لكم حلقة مخصوص عن اطعمة محرمة للكلاب ما ينفعش انها تاكلها لان ده هيبقى خطر على حياتها، فما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وفي النهاية احب اقول ان كلب الجولدن كلب جميل جدا للبيت وللاطفال والاسرة عموما، وكلب اسرة. فلو انت هجيب كلب زي اي كلب في الدنيا محتاج اهتمام ومحتاج رعاية علشان ما تظلموش وتظلم نفسك، فلازم ان انت تهتم بيه وتهتم بنظافته وتهتم باكله وتهتم بشربه علشان يبقى معاك كائن انت تنبسط لما تشوفه. وطبعا عشان ما تسألش قدام ربنا ان انت جبت حاجة واهملتها. وفي نهاية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مجد علي واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم.